تنطلق من مطارات دولة الإمارات رحلات لوايد دول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. سعيد يا سعيد، إذا مسافر لهاي المناطق لازم تأخذ احتياطك من مجموعة من الأمراض الاستوائية، إيه؟ وأبرزها الملاريا، لأن العام اللي طاف 214 مليون شخص أصيبوا بالملاريا، 90% من اللي توفوا كانوا من أفريقيا. الملاريا مرض طفيلي ينتقل بالدم بلدغة من إحدى أنواع البعوض. المشكلة إن أعراض الملاريا لا تظهر إلا بعد لدغة البعوضة بسبعة أيام أو أكثر، وتكون في البداية خفيفة، لكن الأعراض تشتد مثل الحمى المرتفعة والرعشة والغثيان وفقر الدم، ولازم يتم علاجها بسرعة. معدلات الوفيات بالملاريا انخفضت حوالي 50% من عام 2000 لليوم. وإذا ناويين تزورون بلدان معرضة للملاريا، عليكم بالملابس اللي أكمامها طويلة واستعمال الكريمات الطاردة للبعوض، ولا تنسون استشارة طبيبكم لأخذ الدواء المضاد للملاريا. وعساكم دوم بصحة وسعادة.